تنتظر الأرجنتين بقائدها الموهوب ليونيل ميسي مواجهة المكسيك على أحر من الجمر، وذلك لتعويض الإخفاق الكبير والهزيمة الموجعة التي تعرضوا لها على يد الأخضر السعودي، ولإنعاش أمالهم بالتأهل للدور الثاني، حيث سيكون استاد لوسيل الذي شهد خسارتهم أمام السعودية مسرح لمواجهة المكسيك غدا في الجولة الثانية من دوري المجموعات لكأس العالم. ولن تكون هناك خيارات كثيرة أمام المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، حيث الفوز ولا سواه إن أرادوا البقاء طويلا في الدوحة القطرية والمضي بعيدا في الكأس العالمية. وتشير التقارير إلى أن سكالوني لم يحسم بعد التشكيل الأساسي الذي سيواجه منتخب المكسيك، وستكون هناك تغييرات في خطي الدفاع ووسط الملعب، حيث من المتوقع أن يحل ليساندرو مارتينيز محل كريستيان روميرو الذي تأثر مستواه في المباراة الأولى بسبب الإصابات المتكررة مع توتنهام. وتكتسي مباراة الأرجنتين والمكسيك بثوب الإثارة، سيما وأن المشاحنات بين جماهير المنتخبين بدأت بشكل ملفت قبل يومين من انطلاق المواجهة. كما يعتبر المنتخب المكسيكي من المنتخبات الشابة والطامحة بتحقيق نتائج إيجابية، وهم على الأقل يريدون أن يصلوا إلى المباراة الخامسة في مونديال قطر. مواجهة اليوم إما أن تكون انطلاقة جديدة، وإما أن تكون الرقصة الأخيرة للتانجو في المونديال.